أخبار اليوم. فعاليات مراسم الاستقبال الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي بالساحة الرئيسية بمقر البرلمان المجري، وذلك في مستهل زيارة رسمية يقوم بها لدولة المجر تستمر يومين. وكان في مقدمة مستقبليه رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، حيث تم عزف السلامين الجمهوريين واستعراض حرس الشرف. عقب ذلك جلسة مباحثات ثنائية ثم جلسة مباحثات موسعة. ثلاث مذكرات تفاهم بين مصر والمجر هي ثمار مبدئية للمباحثات. الأولى تتعلق بتوريد 700 عربة قطار لمصر، وقع عن الجانب المصري وزير الخارجية سامح شكري. كما وقع على الاتفاقية الثانية المتعلقة بالتعاون بين وزارة الداخلية المصرية ونظيرتها المجرية. والثالثة مذكرة تفاهم بين الحكومة المصرية والحكومة المجرية. الرئيس المجري السيد فيكتور أوربان. الرئيس السيسي وجه تحية تقدير لقيادة والشعب المجر على تفاهم ما يحدث في مصر، متطلعا لأن يكون للمجر دورا في شرح وجهة النظر هذه لدول الاتحاد الأوروبي، ومؤكدا أن هذه المباحثات تعتبر أساسا لتعاون وثيق بين البلدين. عقدت مشاورات موسعة مع رئيس الوزراء المجري الصديق، استعرضنا التطورات في الشرق الأوسط وأوروبا، أكدنا على أهمية التعاون الثنائي بيننا بما في ذلك المجالات التجارية والاقتصادية. لقد أوضحت الموقف المصري أزاء قضية مكافحة الإرهاب، وأشرت إلى التنسيق القائم بين جميع المنظمات الإرهابية، وكذا رؤية مصر لحل الأزمة الحالية في ليبيا، كما ناقشنا أيضا الأزمة السورية والوضع في العراق. وقد اتضح خلال تلك المشاورات مدى التقارب في الرؤى بين البلدين، والذي وصل أحيانا إلى حد التطابق. وقال الرئيس انه تحدث مع رئيس الوزراء المجري عن الاوضاع في مصر ومحاربة الارهاب وحجم التحديات التي تواجهها مصر في الوقت الحالي وامكانية استفادة الجانب المجري من الفرص الواعدة للاستثمار. تناولت المشاورات تطلعنا المشترك لفتح افاق اكبر امام تعزيز علاقاتنا التجارية والصناعية، بحيث تكون ذات وتيرة تقدم العلاقات السياسية والودية بيننا بما في ذلك من خلال الاستفادة الكاملة من الفرص الواعدة المتوفرة في مجالات مختلفة. رئيس الوزراء المجري وفي مؤتمر صحفي جمعه ورئيس عبد الفتاح السيسي رحب به واعتبره ضيفا مميزا لدولة ذات حضارة عريقة وذات ثقة لاستقرار منطقة الشرق الأوسط وأوروبا، وأكد أن كل شعب له حق في اختيار ديمقراطيته، ولسنا موضع تقييم لأحد، وأعرب عن سعادته باختيارات الشعب المصري. نحن سعداء بأن الشعب المصري في الطريق الذي اختاره، ونحن نتطلع أن ينجح في الطريق سيداتي الأعزاء. أنا أقول هذا للجمهور المجري. مصر لا يمشي فيها مصر هناك عمل لبناء دولة ولإنقاذ اقتصاد. وأنا تفاوضت اليوم مع فخامة رئيس الجمهورية بناء الدولة وتطوير الاقتصاد في مصر ستساهم فيه، وتحدثنا عن كيف ستساهم المصر في كل هذه العملية.